بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا اهلا بكم في لقاء الموهبه والابداع مره اخرى عبر برنامج موهبه وعبر قناه عالي الفضائيه. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقه يصحبنا ياسر البدر في موهبه رائعه جدا في رسم الكاريكاتير. سنتجول في هذه الموهبه وهذه اللوحات الرائعه التي يرسمها ياسر، وايضا سنتعرف على هذه الموهبه وكيف بدات معه. تابعونا. ياسر بدر، حياك الله. الله يحييك. اول شيء سعيدين بك في هذه الحلقه، حلقه موهبه. ما شاء الله ياسر، انت بجامعه الملك فيصل مشارك هنا في المؤتمر العلمي الرابع، كيف طبيعه مشاركتك في هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. بدايه مشاركتي كانت في الاعمال الفنيه في الرسم الكاريكاتير. حلو، في الرسم الكاريكاتير. اي نعم. مشاركه كانت بدايه طبعا قبولها من جامعه الملك فيصل، ثم بعد ذلك الحمد لله قبل العملين لي في المؤتمر. يا سلام، انت قدمت عملين للمؤتمر كمشاركه في المسابقه. عملين وقبلت ما شاء الله. قبلت الحمد لله. كمان نشاهد امامنا هذين العملين. طيب بدي اول شيء نبدا بهذا العمل، طيب اذا كان على يميني هذا العمل، ايش فكره العمل هذا؟ والله زي ما انت شايف، طبعا استخدمت التقنيه الحديثه في الرسم. حلو. تعبر عن استخدام المفرط لشبكه الوسائل الاجتماعيه، وسميت الرسمه بشبكه السجن الاجتماعي وليست حلو. شبكة التواصل الاجتماعي، لأن المجتمع سجن. أصبح مرتبط ومسجون في هذه الدائرة الضيقة في الإنترنت، في الفيسبوك وتويتر زي ما احنا عارفين. صح بالضبط. وأنه صعب أنه ينفك منها، فرسمتها بدون كلمات فقط صورة. وإن شاء الله الحمد لله أنها يعني لا حلوة جدا، يعني فيها فكرة وفيها هدف توصل رسالة لك أنت كرسام. إيش الأشياء اللي استخدمتها في الرسم ولا؟ والله في البداية زي ما انت عارف رسم الكاريكاتير موهبة قديمة وتطورت مع تطور التقنية. حلو. استخدم في البداية كنت ارسم بقلم الرصاص والورق، بعدها انقلها على برنامج الفوتوشوب. حلو. واقوم بتلوينها باستخدام الديجيتال تابلت اللي هو اللوح الرقمي في التلوين، في استخدام برنامج الفوتوشوب، والحمد لله ساعدني كثير في التلوين، خاصة في التلوين واختيار الألوان المناسبة للرسم. يعني الآن هي رسمة، أول أنت ترسمها كرسمة على الورق. رسمة على الورق. نعم. رسم يعني أسود يعني بالقلم الرصاص. أول شيء قلم زي الفكرة أول شيء. أكثر من مرة، يعني ممكن أنا أرسمها أكثر من 5 مرات تقريبا. لما أجيبها بدقة بعدها أحددها، ثم بعد ذلك انقلها للكمبيوتر على الفوتوشوب. على الفوتوشوب، والونها باستخدام الديجيتال تابلت. يعني تستخدم فيها رسم يدك وايضا التقنيه الحديثه. طبعا ساعدتني كثير في ايوه، وهي اللي الحمد لله ان ساعدتني اكثر في قبولها في المؤتمرات. يعني ما شاء الله، جميل. طيب هذه فكره اللوحه هذه، معليش الفكره هي بدات مع كتقديم للمسابقه ولا من اول كانت الفكره؟ والله هذه لا، كتقديم للمسابقه. هذه كتقديم، كانت مشاركه للمسابقه، مشاركه للمؤتمر الرابع. حلو، ما شاء الله تبارك الله. الان هي موجوده ورشحت للمشاركه. عندي هنا اللوحه الثانيه، فكره اللوحه الثانيه اذا كنت تسمع. الفكره برضو هذه انا حاولت اني مجتمع الطلاب اكثر بالافكار حقتي. حلو. تكلمت عن المبتعثين في الخارج. حلو. جبت الفكره ان المبتعث لما يذهب للخارج تكون هناك مغريات كثيره للطالب تلحق به، فعبرت عنه ان المبتعث يحاول انه يبتعد عن هذه المغريات، ولكن هذه المغريات ماسكه فيه وين ما يروح. فرسمتها بفكره. معليش يعني بس سؤال عجيب كذا، ليش الكلب يعني بالذات؟ لانه حاجه سيئه وحاجه تمسك فيك المغريات، يعني اشياء سيئه. انا عارفين الكلاب دائما يعني نهرب منها، يعني فرسمتها بهذا الطريق. والمبتعث يهرب من هذا الشيء. إيه؟ يعني طيب حلو، يعني انه المبتعث برضه يعني يحاول انه يشرد من هذه المغريات. هذه انا جاي بالضبط. برضه نفس الطريقه رسمتها اولا باليد. باليد ثم باستخدام الفوتوشوب. هذه اللوحه رسمتها للمؤتمر ولا كانت موجوده؟ برضه لا، رسمتها للمؤتمر. للمؤتمر. اي نعم. طيب هذه الافكار، مثال افكار، كيف جبت يعني مثال افكار انها تكون هادفه بهذه الصوره؟ والله هل هناك هاجس لهذه الافكار اللي يدور في داخلك يعني ولا؟ والله شيء طبيعي، انا طالب طبعا والمبتعثين يعني حوالينا يعني في كل مكان، فنسمع الاراء منهم، نسمع الافكار منهم، والمجتمع المحيط يعني هو اللي اساس للافكار هذه طبعا. حلو. اي نعم. ونفس الطريقة أنت رسمت هذا وحولتها، كم أخذت منك هذه اللوحات؟ هذه اللوحة كم أخذت منك وقتا؟ والله تقريبا في الرسم، وطبعا أنا جلس عليها يوم كامل تقريبا، رسم وإخراج كامل. مو إخراج، كبداية في الفكرة ثم بداية في الرسم، هل تنفع ولا ما تنفع في الأشياء هذه، فإن شاء الله يعني في نهاية اليوم أكون قد خلصت يعني ورسمت كامل العمل. كامل العمل. يعني يوم كامل تخرج مثلا صورة المبدعة. أيه، عشان أخرجها بصورة يعني زي ما قلت. حلو. لا إبداعية فعلا. شكرا. حتى رسم الشخصية تكون يعني على قولهم كرتونية. كرتونية هذا. أو مضحك يعني. أيه. هذه نفس الطريقة كم قعدت منك؟
نفس الطريقة يوم واحد. أيه يعني حاولت أفضي وقتي يعني. ايوه حلو. لا يعني طب انت اول ما عرضت هذه عرضتها على الجامعه ولا؟ طبعا عرضت الجامعه والحمد لله قبلت من الجامعه ورشحت للمؤتمر. ها حلو. ما هذه المشاركه الاولى لها ما قد عرضت في اي مكان اخر؟ ما قد عرضت ابد. حلو في المؤتمر. ها ان شاء الله شنا في اخبار جديده انه ترشحت ولا ما ترشحت؟ والله الى الان ان شاء الله بكره اليوم الخميس. هم طبعا الان اخذوا الدرجات كامله لها. اي هذا اللي سمعته انا. ما في اخبار يعني؟ والله ما حاولت الاحظ لكن ما. يلا ان شاء الله فاك التوفيق فيها باذن الله تعالى. طيب مثل هذه الافكار وهذه الرسومات انت كفنان ورسام تحمل في كل رسمه هدف معين ورساله ولا بعض الاحيان تاتي كذا؟ والله انا هدفي اني احمل رساله للمجتمع. حلو. هذا هدفي الصراحه الاساسي. وبدايتي كانت مع الجامعه، مع جامعه الملك فيصل قبل 5 سنوات في 2009 كانت الجامعه اصدرت عدد مجله اسمها اشراقه الجامعه، جامعه الملك فيصل. فكان اول رسم كاريكاتير بدايتي مع هذه المجله في الجامعه. حلو. في عماده شؤون الطلاب عرضت عليهم قلت لهم انا ارسم وزي كذا، فالحمد لله يعني بديت في الجامعه. حلو. انا بتحدث معك عن قضيه البدايه معك وبدايه الفن والرسم، لكن مثل هذه اللوحات هل عرضتها على مختصين قبل ان تعرضها على المؤتمر؟ والله في بعض الرسامين الكاريكاتير عرضتها عليهم ويعني شجعوني في المشاركه. في مشاركة هذه، خاصة هذه اللوحات. خاصة هذه اللوحات. حلو بصراحة، يعني كما ذكرت هي رسالة واضحة وموجودة قضية المبتعث وقضية أيضا حبس المواقع الاجتماعية لنا. إن شاء الله يعني طلاب يتعظوا من هذه الأشياء إن شاء الله. أنا أتحدث أيضا عن الموهبة وعن المعيقات التي واجهتك في عملية الرسم وعملية هذه الموهبة الرائعة، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدي الكرام ثم نعود لكم، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في حلقتنا هذا من برنامج موهبه. ضيفنا هو ياسر بدر. حياك الله ياسر. الله يحييك يا طيب. انا ما شاء الله تبارك الله شفنا اللوحه وشفنا الابداع في الرسم ما شاء الله تبارك الله، لكن انا برجع معاك لوراء قضيه اول مره بدات فيها الموهبه واول رسمه رسمتها. في البدايه انا الرسم كان عندي من اول يعني. من كم على عمرك كم؟ والله منذ الصغر وانا ارسم يعني، كان درس من اول. نعم. اللوحات عندي والاقلام منذ الصغر يعني. وحتى في المدرسة يعني المدرسة الابتدائية المدرسة. حلو. الثانوية أيضا شاركنا بأعمال رسم تشكيلي. حلو. ما كانت رسم كاريكاتير. بعدها دخلت للجامعة، أول سنة تعرف الطالب في الجامعة يكون يعني حاجة جديدة عليه وزي كذا، فوقفت الرسم عند بعدها السنة الثانية. كانت عمادة شؤون الطلاب تحفز الطلاب أنهم يشاركون في نشاطات في الجامعة. أيوة. بعدها أنا رحت عندهم في العمادة فقالوا لي أنهم عندهم إصدار عدد مجلة للجامعة وكان أول عدد لها، فقالوا لي عندك مواهب عندك شيء، فقلت أنا أرسم يعني عندي الرسم. طيب. فقالوا لي إذا في رسم كاريكاتير عندك ودك إنك تشارك فيها. أنا ما كنت أرسم كاريكاتير قبل وقتها، ما كنت أرسم. أي في 2009 بدايتي كانت. آه ما كنت أرسم، كنت أرسم رسم عادي. فأنت تعرف الكاريكاتير يحتاج فقط للفكرة. صح. إذا كانت الفكرة موجودة الرسم عندي الحمد لله. أيوه. بدايتي معه كانت مع إشراقة الجامعة المجلة هذه. بعد ما طلبوا منك ترسم. طلبوا مني رسمة قالوا خلينا نشوفها ونسوي. أيوه. اجتماع. طيب. بعدها فاجتمعت معهم وانبسطوا في الرسمة يعني أول رسمة رسمتها وقالوا خلاص هذه راح تكون في العدد إن شاء الله. طبعا تعرف حياة الطالب الجامعي اختبارات ودراسة، فقلت لهم يعني صعب إني أرسم يوميا يعني. فقالوا لي أبد، هي المجلة شهريا راح تصدر. فأنت كل شهر ارسم لنا رسمه كذا وقدمها في المجله. اي فانا قلت رسمه واحده كل شهر بسيطه ان شاء الله. حلو. طيب. فرسمت اول رسمه والحمد لله وضعت في المجله وبعدها تحفزت. كانت اول رسمه كاريكاتير. اول رسمه كاريكاتير للجامعه. اي نعم.
طبعا شاركت فيها ايضا في مسابقه الجامعه المحليه كانت والجامعه ما كان فيها مسابقه لرسم الكاريكاتير ما شاء الله. فانا طالبت ان تكون هناك مسابقه لرسم الكاريكاتير. كان في مسابقه لرسم التشكيل فقط، ما كان في احد يرسم كاريكاتير فطالبت برسم كاريكاتير تكون في مسابقه خاصه في الجامعه حفز الطلاب ايضا الثانيين. ممكن يكون في مواد اخرى لكنها مكبوته يعني ما حد يعرف عنها. ايوه فالحمد لله صدرت اول مسابقه في 2010 السنه اللي بعدها ما شاء الله. كانت المسابقه في الرسم الكاريكاتير واخذت المركز الاول لله الحمد ما شاء الله. اي نعم كانت في مشاركات تقريبا حول 5 مشاركات يعني ما شاء الله بدايتك قويه يعني بدايه اي ايه نعم ايه الحمد لله مشيت معاك في الحمد لله. هي الفكره زي ما اقول لك انا الرسم عندي من اول لكن الفكره اذا تواجدت صح ممكن واحد يكون عنده الموهبه لكن مقدر ايضا شيء مهم اللي هو الفكره صحيح. فهم فتحوا لي مجال الجامعه الحمد لله في عماد الشؤون الطلاب الرسم الكاريكاتير واستمريت معاهم الاشهر اللي بعدها. في 2010 جاء المؤتمر العلمي الاول كان في الرياض فكان في محور الرسم الكاريكاتير وانا قبلها كان عندي عدد من المشاركات في الجامعه فهي موجوده اي نعم أيوة. فالحمد لله شاركت فيها وقبلت الاعمال فيها الحمد لله. هذا اول مؤتمر مؤتمر في الرياض كان شاركت فيه شاركت في الكاريكاتير. انا مجالي في الصيدله الاكلينيكيه ولكن دخل هذه فهذه هذه موهبه يعني هوايه ما حاولت القسم خلي الحاله الدراسه خلي الدراسه في حاله أيوة. وهذه اتنفس فيها يعني يا سلام كهوايه يعني. طيب كيف كان المؤتمر كيف كانت المشاركه؟ والله كانت المشاركه صراحه ممتازه جدا اخذت فيها المركز الثالث الحمد ما شاء الله إيه حلو يعني إيه. بداية قوية جدا بداية قوية الحمد لله. فبعدها طيب. تحمست يعني في الموضوع المؤتمر الثاني شاركت في الجامعة سويت حفل ويعني لقاءات معاي ومن الأشياء هذه كرمت الموهبة وكرمت طبعا. فبعدها طلبوا مني أني أشارك في المؤتمرات الجاية لأنه كان أنا كنت أحس بأنه مؤتمر واحد فقط يعني فطلع أنه في مؤتمر ثاني وثالث ورابع ومستمر إن شاء الله طبعا. فجاء المؤتمر الثاني بعدها والحمد لله شاركت برضه إيه نعم وأخذت حصلت على المركز الرابع برضه رسم كاركتير رسم كاركتير حلو نعم أخذت فيه مركز كم؟ المركز الرابع نزلت حبة نزلت شوية. طيب الثالث شاركت فيه؟ الثالث أخذت المركز الأول على مستوى المملكة ما شاء الله كان في مدينة الخبر أنا من سكان الخبر فكان في في الخبر في المقر يعني نفسه فالحمد لله يعني حصلت على المركز الأول كانت مشاركة قوية الحمد لله ما شاء الله حلو والله يعني مسيرة حلوة. وشيء ثاني اللي أحلى منه إنه هناك ما يحفزك يعني في المشاركات إنه هناك في أكيد. تحقق نتائج حلوة في المسابقات والآن ما شاء الله في المؤتمر الرابع نقول يا رب إن شاء الله كمان نكررها الأول على التوالي بإذن يعني. الله عاد هذه مشاركة مميزة إن عملين قبل لي في المؤتمر حلو ما شاء الله. كم كاركتير قبل في هذا المؤتمر؟ عملين لا كامل الأعمال كامل الأعمال 15 عمل 15 عمل كاركتير نعم من ضمنها عملين لي إيه نعم. أيوة حمد. يلا إن شاء الله كمان بإذن الله تكون فيها حافز إنه إن شاء الله تأخذ الأول مرة أخرى. بإذن الله تعالى حمد. طيب أنا أيضا مهم عندي شيء اللي قضية ما شاء الله أنت مسيرتك مسيرة الرسم كان أكيد هناك من دعمك معنويا أو ماديا من هم أشخاص والله الدعم كان حقيقة من عمادة شؤون الطلاب في الجامعة أنهم تبنوا هذه الموهبة وأنا أقولها بصراحة يعني تنبوا هذه الموهبة وحفزوني تحفيز يعني معنوي ومادي أيضا والحمد لله. قدمت لك الجامعة بالضبط يعني؟ والله قدمت لي أشياء كثير الصراحة من أولها إقامة أول معرض لي للرسم الكاريكاتير ما شاء الله إيه نعم في الجامعة إيه نعم كان في 2010 وكان طالبت في مقره أن يكون في الكلية حقتي يعني لأنه تعرف الدكاترة عندي في الكلية ما كانوا يعرفون عني اني مشارك في الكاريكاتير وزي كذا ايه فانا قلت ابغى الدكاتره يعني. ايضا والكليه والطلاب اللي فيها انهم يتعرفوا ان في مشاركات ايضا ممكن انك تشارك فيها خارج مجال الدراسه حلو انا هذا اللي كان هدفي في اقامه المعرض اقمت المعرض في كليه الصيدله الكلينيكيه للرسم الكاريكاتير كانت الكليه كلها رسمات ما شاء الله في فتدخل زي كذا تقول هذا كليه رسم هذه ما هي بكليه صيدله وكلها رسمات لك كلها رسمات لي تقريبا أيوة. 25 عمل ما شاء الله كلها إيه. كاركتير كلها كاركتير والدعم الجامعة كان في تنظيم المعرض تنظيم حفل الافتتاح حضر وكيل الكلية العميد أيضا حضر عميد شؤون الطلاب ما شاء الله وكيل الجامعة حضر لهذا المعرض فكانت تغطية يعني إعلامية كبيرة جدا وهذا تشكر عليه الجامعة يعني مثل صحيح. هذا العمل يعني وليس من تخصصك يعني نعم. ومع ذلك قيم المعرض دعموك أيضا بالحضور يعني حضور أيضا صحيح. تشريف من صحيح. مسؤولية الجامعة صحيح دعم رائع جدا من الجامعة أيضا هناك دعم آخر واجهك يعني في والله الدعم أيضا كان اللي ماسك القسم في الأعمال الفنية في أعمال شؤون الطلاب الأستاذ هي. عائش الطحيمر فنان كبير في الرسم التشكيلي وهو من الداعمين لي للأول معرض وهو اللي أعطاني الفكرة
إقامة المعرض هذا. فحفزني إني أزود الأعمال حقتي. كانت أعمالي تقريبا حول 15 عمل فقط. فقال نبغى نزودها عشان نسوي لك معرض كبير. ما شاء الله. فالحمد لله وصلت إلى 25 وشاركت في أول معرض. فيعطيه العافية الأستاذ عاشت. أنت الآن قلت في 2010 هذا المعرض الكبير. قبل ما تشارك في المؤتمر الدولي المؤتمر العلمي؟ لا أول بعد ما فزت فيه. أي بعد ما فزت. هم كرموني فقالوا فجان الأستاذ عايش فقال نسوي لك معرض. طيب المعرض الثاني شاركتي من ضمن 25 أعمال ولا ضفت عمل جديد؟ المعرض الثاني كان في 2012 السنة اللي فاتت. أي ما شاء الله. أي نعم. كان المعرض؟ كان في كلية إدارة الأعمال لأنها كان توه جديدة وكان فيها مقر قاعة كبيرة ممكن أن يكون فيها المعرض. المعرض يعني. تنفع المعرض. أي. وكانت اللوحات تقريبا 48 لوحة. ما شاء الله. كلها ازداد عملي. أي نعم كلها لي. ما شاء الله. أي نعم. فتغطت الكلية يعني بالأعمال الفنية واستمر المعرض 4 أيام. اي نعم فكان حفل كبير يعني هذا بعد طبعا ما فزت في المركز الأول. طبعا فطالبته مرة ثانية إقامة معرض أكبر. حلو. فالحمد لله يعني الجامعة بعد أيضاً المؤتمر العلمي الثالث. اي نعم أقيم المعرض. بعضها أقيم المعرض في العام الماضي. في العام الماضي دعمتني الجامعة طبعا زي ما تشوف في الإطارات وإخراج الصورة بشكل مناسب. هذه تكفلت فيها الجامعة. تكفلت فيها الجامعة الحمد لله يعني. والستاندات العرض وما العرض وهذه الأشياء. يعني صراحة تعاد يعني شكر للجامعة تقدم مثل هذا تحتضن مثل هذه المواهب. صحيح. تدعمها ماديا معنويا إقامة المعارض يعني. صحيح. شيء فعلا يعني جهد تقوم عليه الجامعة. أكيد. في مقابل أنها تبني أحد طلابها وأبنائها. الحمد لله يعني جامعة فيصل ما قصرت الصراحة. طيب أنا برضه في قضية الدعم والدك كيف كان ردة فعلهم إنه ولدهم رسام ما شاء الله؟ والله الوالد يعني من أول هو عارف إني أرسم فيوم دخلت في مجال الكاريكاتير استغرب يعني قال كاريكاتير وزي كذا فوريت الأعمال حقتي ودعمني يعني معنويا الحمد لله يعني الأهل كلهم يعني ما شاء الله حلو يعني. لك مشاركات في الصحف ولا هذا ولا والله في الصحف نعم في مشاركات في الصحف الإلكترونية. إيه نعم مشارك فيها. كم مشاركات لك عديدة؟ والله تقريبا أسبوعيا أشارك فيها. حلو ما شاء الله. إيه رسمة واحدة أسبوعيا. يا سلام والله ما شاء الله تبارك الله يعني مسيرة رائعة جدا مسيرة في الفن وأيضا يعني أنك واجهت يعني ما شاء الله في طريقك نجاحات عدة من خلال حصدك للمراكز وأيضا دعم الجامعة والأهل جميعا. أكيد أتوقع أنه في معوقات واجهتك وعقبات ولك أيضا طموحات مثل هذه الأعمال خاصة مثل هذه الموهبة لكن أنا يعني في فاصل قصير ثم أعود أتحدث معك في هذا الموضوع. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود لكم ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج موهبة. ضيفنا هو ياسر البدر رسام الكاريكاتير. حياك الله ياسر. الله يحييك. عن حديثنا طبعا كان قبل الفاصل عن ما شاء الله مسيرتك الرائعة والفنية التي حصلت فيها جوائز كثيرة وأيضا حصلت إنجازات كمعرضين وقيمة لك في عام 2008 وعام 2010 2010 2012 بالضبط. في مسيرتك الفنية ما واجهتك عقوبات أو أشياء عاقت عملك في الرسم؟ كانت في معوقات بسيطة لأني أنا من سكان الخبر وكانت الجامعة في الأحساء ف هذه يعني المعوقات اللي
بس انه البعد يعني اي البعد يعني فتركت المجله وتركت الرسم اي نعم لكن بعد عوده المجله ممكن بعد عوده المجله هي اللي حفزتك معها اي نعم والمجله مستمره الى الان ومشاركاتي فيها الحمد لله ما شاء الله تبارك طيب اعمالك ما شاء الله تبارك الله متميز شاركت مؤتمرات وحصلت فيها مراكز ايش تتوقع من ياسر مستقبلا طموح ياسر مستقبل من هذا الرسم يعني والله الحمد لله يعني في هناك جمعيه في الرياض الجمعيه السعوديه للكاريكاتير والرسوم المتحركه اي رئاستها الاستاذ عبد الله صايل رئيس الجمعيه هذه جمعيه للكاريكاتير كاريكاتير السعوديين يعني فانا اطمح ان نكون من ضمن الجمعيه هذه نكون من الداعمين لهذه الجمعيه وايضا امالي ان شاء الله تكون مشاركاتنا ايضا مو مقتصره في المملكه العربيه السعوديه ايضا خارج المملكه ايضا دول الخليج ممكن ان تكون مشاركاتنا في الخارج ان شاء الله ما شاء الله طيب يعني هذه طموح ما شاء الله تبارك الله وإن شاء الله يوم تحقق ونجدك يوم من هذا العدد طيب ما قدمت على الجمعية ما قدمت لي في الرياض والله الآن هم مقيمين مسابقة في الرسم الكاريكاتير عنوان الفساد يا سلام أي نعم فأنا شاركت لا شاركت شاركت بثلاثة أعمال ومنتظرين إن شاء الله النتائج يلا يلا ان شاء الله توفيق وان شاء الله كلها تجيك هنا مراكز ولا هناك مراكز باذن الله تعالى الله يعطيكم العافيه ان شاء الله تكون شهر خير ان شاء الله باذن الله تعالى طيب بعد هذه المشاركات وبعد هذه الاعمال اكيد لكم في قضيه الرسم وقضيه الفن هذا هدف ورساله لا بد يكون فيها ايش هدف ورسالتك من هذا الفن البسيط والله زي ما انت عارف الفن الكاريكاتير هو ايصال صوره ساخره لما يحدث في المجتمعات حلو هذه فكره الكاريكاتير وهذا هدفه وانا حبيت هذا المجال الحقيقه وهي فكرة فقط توصلها للمجتمع وبشكل بسيط وبشكل سريع وزي ما انت عارف شبكات التواصل الاجتماعي الآن الفيسبوك وتويتر يعني مجال مفتوح انك تنشر فيها أعمالك وانك تفيد المجتمع فيها فالحمد لله يعني وايضا تجد هناك تفاعل ايضا في مثل هذه المواقع الاجتماعيه اكيد اكيد طبعا حلو لك موقع خاص على الانترنت ولا ما والله ما في موقع خاص لكن فيه على الحساب في التويتر وفي حساب على الفيسبوك باسمك ياسر البدر ياسر 2011 ياسر 2011 ما شاء الله يعني هذا ماركه يعني ماركه رسام ما يحتاج ولا تستاهل ياسر الله يوفقك يا رب طيب انتم كرسامين وانتم تمثلهم الان هل لكم مطالبات للجامعات او من الدوله نفسها كانشاء مراكز مهتمه بهذا الرسم والله انا اناشد الجامعات الحقيقه في الاكتيفيتيز هذه اللي هي خارج جو الدراسه صراحه تحفز الطالب وتخرجه من جو الدراسه وبحيث ان الطالب ما يمل فيها انا الحمد لله يعني خلصت 6 سنوات من الدراسه واشتغلت في رسم الكاريكاتير وفتح لي يعني مجالات اخرى يعني الحمد لله انت طبعا ساعدتك الجامعه كما تقول لكن هناك ايضا رسامين اخر يعني ممكن ما تساعدهم بعض الجامعات ما توفر مثل ما وفرت لك هذه الجامعه هل يعني هذا معوق كبير برضو الرسامين يمكن يكون عنده موهبه لكن يندثر يعني مع عدم الاهتمام اي طالب لديه القدره على الرسم لديه القدره على الاعمال الفنيه هناك جمعيات زي ما قلت لك الجمعية السعودية للكاريكاتير والجمعية هذه بالرياض أيضا الجمعية السعودية للفنون موجودة في الرياض أيضا وموجودة في الدمام في جمعيات كثيرة في الرسم وتتبنى هذه المواهب يا سلام ممكن يعني أو أنه يطالب الجامعة بهذه الأعمال وإن شاء الله يلبون له الطلب يعني هذا شيء أساسي من عمادة شؤون الطلاب والله إذا توفرت زي ما وفرت لك جامعة عينك فيصل فيعني ما شاء الله تبارك الله هذا شكر كبير للجامعات إن كانت توفر معارض للطلاب توفر لهم ولو جزء بسيط يعني من المعارض مثل هذا المعرض والمؤتمر في جامعة أم القرى يعني ممكن يعرض فيه أعمال الطلاب ومثل كل جامعة أكيد له يعني لها قاعات مختصة بالمعارض حتقدم مثل هذه الأعمال أنت تعاونت قلت لي مع الجرائد الإلكترونية والصحف الإلكترونية عفوا هل من ممكن يعني طلاب آخر يعني يشاركون في مثل هذه الجرائد ولا يعني يستقبلون مثل هذه الأعمال؟ أكيد هم مرحبين وبصدر واسع يعني الصحف خاصة الصحف الإلكترونية. الإلكترونية. يعني لأن مجالها ما هو يومي رسم يومي رسم أسبوعي فيعني مجالها سهل يعني إن شاء الله. جميل قبل أن أختم معك هذا اللقاء أريد أن توجه رسالة لزملائك الفنانين والرسامين في مثل هذا الفن. والله أنا أقول الله يعطيكم العافية جميعا ورسالتي لهم أنهم يستمرون في هذه الموهبة. وراح تفتح لهم ابواب الخير ان شاء الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله نشاهد مثل هذا الرسم يعني يغير في المجتمع من افكار سلبيه تحول باذن الله افكار ايجابيه وتغير فيهم كما شفنا اليوم في هذه الصورتين الموجوده فبارك التوفيق ياسر الله يعطيك العافيه مشكور وما قصرت شكرا لك ياسر شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا كناكم في هذا اللقاء في برنامج موهبة العديد من المواهب والابتكارات نصحبكم فيها عبر هذا البرنامج وعبر قناة عالي لقاء جديد بإذن الله نستمتع فيه بموهبة أخرى بإذن الله إلى ذلك الحين نستدعكم الله في أمان الله